السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متتبعات قناه مطبخ عتيقه، مرحبا بكم في فيديو جديد. الوصفه ديال اليوم اللي غنشارك معكم هو ريب المحلبات، ان شاء الله ينال اعجابكم. لاول مره كتزور القناه ما تنساش تشترك في القناه وكذلك تفعل الجرس باش يوصلها كل جديد. على بركه الله نبداو في استعراض المقادير. غادي نحتاجو لتر ديال الحليب، غادي نحتاجو 100 غرام ديال السكر ما يعادل كاس الا ربع بقياس العنبة، 3 المعالق كبار ديال الحليب غبرة يعني حليب بودرة، 1 ياغورت بنكهة الفانيلا، ممكن تعملوا كذلك نكهة الموز، 1 ساشي ديال الفانيلا. نبدأ دابا ان شاء الله مباشرة في استعراض الطريقة. اول حاجة غادي ناخدو واحد الكاسرول، غادي نعملو فيها 1/2 لتر ديال الحليب، وغادي نردو هاد الحليب يغلى، يعني خاصو ضروري انه يوصل لدرجة الغليان. فواحد الاناء غادي نعملو 1 ياغورت اللي كيفما قلت لكم بنكهة الفانيلا، ممكن تستعملو كذلك نكهة الموز. غادي نضيفو عليه 1 ساشي ديال الفانيلا، غنضيفو عليه السكر كاس الا ربع، 3 المعالق كبار ديال الحليب بودرة، 1/2 لتر ديال الحليب، وغادي نحاولو اننا نمزجو المكونات حتى ما يبقاش يبان لينا هذاك الحليب متكتل. بعد ما حركت كيف ما تيبان لكم مبقاش كيبان الحليب، ندمج وكذلك ندمج السكر. دابا غادي نضيفو الحليب اللي غلى، نضيفو على الحليب اللي كان بارد، غنحركو غير شويه ماشي بزاف. بالنسبه للطريقه باش غادي نصبو الخليط ديالنا، ممكن تعملوه يا في مغرفه يعني كتهزوه بالمغرفه وكتكبوه في الكيسان، يا اما كتعملوه في شي كاس اللي كيكون عنده الرأس باش يسهل عليكم انكم تصبوا الخليط ديالكم. كما تيبان لكم تنوجدو الكيسان. بالنسبه للكؤوس كتبقى اختياري، انا غنستعمل هذا النوع ديال الكؤوس يعني كيكون سهل في ملي كنكونو كنتناولو هذا الريب كيكون سهل. غادي نعمرو الكؤوس ديالنا يعني حتى للفوق، بالنسبه لهذا الريب كيجي رائع جدا. كيف ما تيبان لكم مقادير الطريقه سهله بزاف، المقادير في المتناول. كنستعمل بزاف انا هذا الرايب للسحور، اتمنى انكم تجربوه لانه فعلا كيجي زوين بزاف. غادي نبداو نرتبوا الكؤوس في الكوكوط، ولكن غير بالمهم باش ما يتكبش لكم الرايب ديالكم، غير بشويه نديروا الكاس حدا الكاس. بالنسبه للكوكوط ديالي انا هزات ليا 7 ديال الكيسان، غنصبو عليها الماء يكون مغلي يعني من الغلاي، نصبوه من الجانب غير كيوصل نصف ديال الكؤوس صافي كنحبسو. غنسدو الكوكوط وضروري نعملو الصفاره. كنسدو الكوكوط ديالنا مزيان وكنتاكدو باننا دايرين الصفاره، ضروري نديروها كتكون مسدوده. غادي نوجد واحد المنطقه اللي غادي نغطيو بها الكوكوط ديالنا باش تحافظ على السخونيه ديالها يعني باش تبقى دافيه، نغطيوها ونخليوها ليله كامله. بالنسبه للبنات اللي كانت مزروبه ممكن تدوز 8 السوايع وتحلها. من بعد ما دازت ليله كامله انا غادي نحل على كوكوط. كيف ما تيبان لكم الريب ديالنا يعني ملي كنشوفو كيبان لينا جامد. ملي كنقيسو كنحسو به جامد،
غادي نوجدوا واحد البلاطو اللي غادي نعملوا فيه الكؤوس ديالنا، غادي ندخلوهم للثلاجه ضروري، خاص هذا الري بيبرد. حاولوا تقطروا الكؤوس ديالكم مزيان من الماء، هذا هو الشكل النهائي ديال الريب ديالنا، كيجي رائع جدا، مقادير جد بسيطه والطريقه كذلك سهله. نتمنى اكيد انكم تجربوا في البيوت ديالكم لانه فعلا غادي يعجبكم ان شاء الله. نتلاقاو في وصفه واحده اخرى باذن الله. اللي عنده اي سؤال تكتبوا لي في التعليق انا غادي نجاوب عليه. مرحبا والف مرحبا، كنتمنى لكم نهاركم مبروك والى اللقاء.